خش عليه يا وحش. انا شوف اذا المقطع هذا وصل 70,000 لايك والله لا اجيب لك سكن خوزيه. تكفون والله مزونه وغدر والله لا اجيب لك خلاص. السلام عليكم شباب الاصدقاء، معكم طلع كيلر. اليوم جايبين لكم فيديو جديد. انس كيلر من زمان عنك، انس من زمان كله بيقول الكومنتات انس رجع انس حبيبي يلا يصفقني يبغى السكن يبغى. فكره التحدي لليوم ان انس يقتل 10 اوكي مقابل اني اعطيه سكن خوزيه الجديد حق جلاكسي نوت 9. خلاص طيب تقولوا طلال كيف تجيب جلاكسي نوت 9؟ انا ان شاء الله بعد يومين تقريبا او 3 ايام بشتري جلاكسي نوت، فانا الحين راح اشوف هل اعطيه او اخذه انا لي بحسابي. فاذا ذبع 10 والله العظيم يا انس اني لا اجيب لك سكن، او يا انس اذا ما قدر تذبح العشرة اذا وصل المقطع هذا 70,000 لايك والله لا اجيب لك سكن هذا خوزيه. خلاص بجيب لك اي اجيب لك اياه اعطيك اياه. فانت لك خيارين، يا يعني انك تذبح 10 اذا قلت لا والله صعب 10 ما اقدر، انت حاول ممكن تجيبها. اذا ما قدرت يمكن المقطع هذا جمهورك او متابعينك يوصلونها 70,000 لايك يوصلونها. خلاص تكون انا ما راح يقدرون، فانا عشان كذا جبت ارقام مبالغ فيها. وهي صح والله ما اقول في مقطع ديسكريبشن اللي هو قناتنا الثانيه اللي اسمها مايد جيمنج اوكي، انا واخوياي هيما ودينجر. شفت التحدي انت؟ يا اخي شيء يغبن. انا لا تقول لهم لا تحرق المقطع، المقطع بالديسكريبشن روحوا شوفوه، شيء يغبن شيء لي. بقول لكم وشو $100 يقولون لا انت غشاش، روح شوفوا المقطع واحكموا بالكومنتات كلكم كلكم وقت تشوفوا المقطع هذا لانه شيء مره غابني. اشترك بالقناه وشوفوا المقطع لانه شيء غابني. وانتوا قولوا رايكم هل استاهل $100 او لا في قناه مايد جيم؟ شوفوا في الديسكربشن. خلاص الناس جاهزه للتحدي. سكن خوزيه ينتظرك ينتظرك تجلد يبيك ترى. تدري يبيك ترى بيكون بحساب انس، مو هذا حساب على حسابي طلع كلر، ترى بيكون بحساب انس ان شاء الله. السماعة يلا يلا الجيم الاول الجيم الاول ترى جيمين بس لان سكن جيمين بس جيمين الجيم هذا واللي بعده لا اثنين اثنين ما في يلا انزل انزل تلتد تلتد وديني يا جالد يا مجلود الكلمه اللي تجيب فيك العيد جالد ولا جالد ايوه وش تنزل عماره مظله المظله مظله هي احسن شيء اصلا حق الاساطير اللي مثلك يمين يسار ها وين اوه خوزيه ها كل شيء حولي يذكرني بشيء كل شيء حولي يذكرني بشيء اوه يا اسطوره يا الاول يلا بقيك تسعه ولا شيء هانت يلا ما قنا ما عندكم ما في ولا شيء زين طلع لك في احد فوق يب افاين اسمع تقدر عليه فرد يكفيهم اوه خلاط لعبتك في في شدقن توقع وراء ابغى تتكلم شفت يقولون انس يقولون لي تفوز يقولون لك فوز خوزيه ينتظرك عند الباب اقول لك انتظرني شوف عطاني رفات والله ما قصر معك اوه زين انك شربت شوف رجع حيلك ايه في قنبله مدري اوف حط لك شيء ترى هذا قنبله طب افا يا انس 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 ايمك توك ما حميت شكلك اليوم لا محمي الجيمين بس يلا 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 تقدر تقدر خش خش عليه يا وحش يا بطل ايه خلاص شيك شيك يلا بلوت قدامي يا اخي فيك انت بوم بوم طب انت بنت انت انت حبايب شوفينك شوفينك خلاص الحبايب خلني الاوت وانت ابدا والله عندك اصبر 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 طب علي طب علي طب علي هين ايوه تلقاه هين لا 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 وراك وراك انت وراك قاعد يبني تحت اجل شوف الا لو والله تحت شوف تحت قلت لك هو في واحد طرق عليك يخرب بيتك واحد طرق عليك طب عليه تحت 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 تحتك وين شوفها ايه وين ركب الاسطوره بعد انت ايش دخلك مره مدمج مره مره لا شكلها شكلها قاعد تسكر أوه. انا حرام عليك شلون اعطيني وشلون وشلون قاعد يقعدك والله شوف انت الحكم قتلت اثنين ولا ثلاثة اثنين نقص اثنين كم يصير ثمانية ها تذبح ثمانية ولا سبعة واحد يلا سبعة سبعة ملاحظة في ناس بيقولون تشتري جلاكسي نوت 9 بس عشان سكن لا لا انا جوالي هذا خربان ايفون اكس لان حطيته بموية وخرب هذه الجهة كلها خربانة تشوفون هذه الجهة كلها خربانة والكاميرا الامامية خربانة اسألوا انس اوكي عشان كذا والله بشتري الجوال فهمتوا فانا شاري شاري فمو بعشان سكن ابدا ماني مجنون اشتري جلاكسي نوت عشان سكن ايش تقول عادي نزلينا
لا تنزل تكليجة تنزل تلتت راس وعشاني وعشانك اذبح ست ستة ونص يعني سبعة يلا اوه البوم الازرق من البداية واضح ان الجيم جيمك يا انس انا ما دخل شفت والله من امس وانا يطلع لي بسكسين ازرق وبوم ازرق والله من امس يعني الحين يقول لك خوزيه فز يعني اذا ما فزت انا ايش اسوي لك تدري انك اذا درعمت تفوز خلاص خل قلبي قوي ودرعم يلا درعم بس درعم عليك خلاص لين واحد في الطقاق خوزيه درعم بس مش طقاق خوزيه ها ها تقدر 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 يا انس اذبحه شلون هد 51 يا زلابه ما قدرت تذبحه هد 51 ما قدرت تذبحه يا ويلي شنو في ايه سكر المقطع خلاص يلا اعطيك محاوله اخيره يلا طب يا اخي ما ابغى انزل لا تلتت تلتت وعلى تلتت وديني انس خلاص انا بكون معك الجيم ذا انا بكون معك وعزز لك تقدر انس انت خل قلبك ارمى في البحر ودرعم انا ادري انك مرتبك شان سكن خوزيه شي جامد بس ما عليك تقدر يلا انزل انزل وانت انزل حرف لل حرف لل كويس ابعد ابعد سلام عليكم ما تحب لل وش اللي اخذ البومب ولا اسكت له يلا ها ها والله انت لعبك اسطوري انا ايش فيك اليوم؟ تعرفني اليوم ما ادري ايش فيك اوه سلاحك المفضل يقولون انا طلع لي بومبي يقول لي ذاك الوقت لا ثاني سلاح مفضل لك بسم الله الرحمن الرحيم ار بي جي صح؟ ايه يا ساتر ها يا فهي ايش فيك فهيت؟ صوت سماعه فهيت صح؟ خلاص والله ساعدتك مره مرتين ثلاث خلاص والله انس مو لعبه ذا مره ما ادري ايش وضعك خلاص انس والله انت نوب اثق في متابعينك الحياه 70000 لايك وش مو ايام يعني لا تقول بيومين 70000 لا عشان سكن خوزيه يكون محدد انا بشتري الجوال بعد يومين فلازم على الاقل ثلاث ايام خلي خلاص ثلاث ايام اوكي ثلاث ايام اذا ما وصلتها ما لي دخل بحطها بحسابي خلاص كان معكم طلع كيلر لا تنسوا مقطع زر اللايك وانشر المقطع في كل مكان السلام عليكم